جديدة على هوم سينما، ومعانا النهاردة الحفلة السنة 77 بتاعة الجولدن جلوب. الجولدن جلوب كان امبارح اتعرض في التلفزيون، او اتعرض امبارح بالتوقيت المصري الساعة 5 الفجر، بس طبعا ملحقتش اعمل له حلقة، فهنعمل له الحلقة دلوقتي. ومعايا طبعا الترشيحات بتاعتي كالعادة بتاعت الجولدن جلوب، وطبعا معرفش اي حاجة، انا بره عن السوشيال ميديا بقالي يومين، سواء على فيسبوك او على تويتر او على انستجرام او على اي بلاتفورم من السوشيال ميديا، معرفش اي حاجة. وبره كمان على اليوتيوب، وعندي صديق ليا قال لي ان في كمان تريلرز نزلت على السوشيال ميديا او على اليوتيوب عامة. واللي عرفته كمان ان نزل، جالي كمان نوتيفيكيشن على اليوتيوب ان في نزل التريلر الرسمي بتاع A Quiet Place 2. طبعا ما لحقتش اعمله تريلر رياكشن. ونزل كمان دوليتل التريلر، تريلر 2 بتاع الفيلم دوليتل بتاع روبرت داوني جونيور. ونزل كمان التريلر بتاع فيلم نيو ميوتنز، الفيلم اللي كان بقاله فترة كبيرة، كان مفروض أصلا ينزل بقاله 3 سنين، والفيلم اتأجل بقاله 3 سنين، وهينزل مفروض السنة دي في شهر 5 أو 6، لسه مش عارفين. طبعا لسه برضو ما عملتلوش تريلر رياكشن، وما شفتهوش طبعا. في فيلم بتاع كريستوفر نولان هينزل اسمه تنت، ده للاسف انا اتفرجت على الفيديو بتاعه ما لحقتش اعمله تريلر رياكشن، لانه قعدت فتره كبيره ما عملتلوش تريلر رياكشن، فقلت بقى خلاص مش مشكله، راحت عليه يعني. كان نازل بقاله اسبوعين، ممكن اعمل له بقى لما ينزل ان شاء الله تريلر 2. دلوقتي معانا الجولدن جلوب، حفله الجولدن جلوب. طبعا مش هنلعب مسلسلات، هنلعب افلام بس. والحفله بتاعت الترشيحات بتاعت الاوسكار هتبقى تقريبا كمان كام يوم، ودي طبعا لازم نعمل لها على طول فيديو، ممكن في نفس اليوم او تاني يوم برضو زي كده زي الجولدن جلوب. وطبعا الحفله بقى الرسميه بتاعت الاوسكار هتبقى ان شاء الله الشهر الجاي. مش عايزين نطول برضو في الكلام، هنخش على طول في الحفله بتاعت الجولدن جلوب، ويلا بينا نتفرج على جولدن جلوب. وانا عامل برضو ترشيحات، وهنشوف انا جايب كام في الترشيحات. يلا بينا نتفرج على جولدن جلوب. Ricky Gervais, okay. Daniel Murphy, واحد من المرشحين السنة دي في الجولدن جلوب. Daniel Craig. Hello and welcome to the 77th annual Golden Globe Awards, live from the Beverly Hilton Hotel here in Los Angeles. شوية كوميديا بقى المفروض في الأول. Thank you. You'll be pleased to know this is the last time I'm hosting these awards, so I don't care anymore. I'm joking. I never did. NBC clearly don't care either. Fifth time. So, I mean, Kevin Hart was fired from the Oscars because of some offensive tweets. Hello. Lucky for me, the Hollywood Foreign Press can barely speak English. And they've no idea what Twitter is. So I got offered this gig by fax. So let's go out with a bang. Let's have a laugh at your expense, shall we? Remember, they're just jokes. We're all gonna die soon, and there's no sequel. So, yeah, remember that. But you all look lovely, all dolled up. You came here in your limos. I came here in a limo tonight, and the license plate was made by Felicity Huffman. So, no, shush. It's her daughter I feel sorry for. Okay, that must be the most embarrassing thing that's ever happened to her. And her dad was in Wild Hogs. So, lots of big celebrities here tonight. I mean, legends, icons, yeah? This table alone, Al Pacino, Robert De Niro. Baby Yoda. Oh, that's Joe Pesci, sorry. I love you, man, don't have me whacked.
But tonight isn't just about the people in front of the camera. In this room are some of the most important film executives in the world. People from every background, but they all have one thing in common. They're all terrified of Ronan Farrow. He's coming for you. He's coming for you. Look, talking of all you perverts, it was a big year. It was a big year for paedophile movies. Surviving R. Kelly, Leaving Neverland, Two Popes. Shut up. I don't care. حلو قوي على فكره, عجبني قوي ريك جارفيس, مقدم حلو جدا على فكره. يا ريتوا كنتوا عصبوا للاوسكار السنه دي. انا مش عارف مين فعلا ممكن يبقى في الاوسكار السنه دي اساسا, ممكن يبقى هوست. لحد دلوقتي ما جابوش اي سيره يعني. جيمس كوردن saying it was the role she was born to play because she, I can't do this next joke, because she loves nothing better than plonking herself down on the carpet, lifting her leg and licking her. Oh, yeah. Verbal. She's old school. Yeah, yeah. It's the last time, who cares? Yeah, yeah, yeah. Oh, let's do the first award. The first award. The best actor in a television series, musical or comedy. To present the award are a couple of actors off the telly. What can I say? Jennifer Aniston and Reese Witherspoon. الراجل ده على فكره ملوش حل بصراحه يعني. انا كنت تمنيت ان هو كانوا يسيبوا له الاوسكار, كان هيبقى صباح الضحك يعني, كان هيبقى احسن بكتير من الجولدن جلوب يعني. معانا دلوقتي اول جايزه هتقدمها جينيفر انستون وريز ويذرسبون. هو تقريبا ده هيبقى مسلسل مش هيبقى فيلم, فاحنا هنسكيبت بقى على طول, هنخش على طول على الافلام يعني. احنا مالناش دعوه بالمسلسلات, هنخش على طول على الافلام. عاملين تكريم اصلا دلوقتي كمان لانل ديجنرس, هيقالوا ان هما في الاول خالص هيكرموا الن وهيكرموا كمان توم هانكس. لحظه جميله قوي بصراحه. الن كان واحده من احسن الهوست اللي فعلا بجد قدمت في تاريخ الاوسكار, وبالذات الحفله الاخيره بتاعتها لما طلبت البيتزا والكلام ده كله, كانت واحده من احسن حفلات الاوسكار اتفرجت عليها في حياتي. انا هحط لكم هنا اللي انا مرشحه, الصوره بتاعتها هتطلع هنا, اللي انا مرشحه واللي هيكسب هحطه هنا. معانا زي ما قلنا السكرين بلاي, انا مرشح فيلم ماريج ستوري. سكرين بلاي اوكي, كوينتين تارانتينو كسب فور وانس ابون ا تايم ان هوليوود. اوكي, صراحه ما كنتش متوقعها خالص ان وانس ابون ا تايم ان هوليوود كان ممكن هو اللي يكسب. انا كنت مرشح ماريج ستوري, وقلت لو ماريج ستوري مش هيكسب هيكسب ايرشمان. موشن بيكتشر احسن جايزه بتاعت كرتون او انيميتد فيتشر, انا مرشح توي ستوري 4, وبصراحه هتبقى مفاجاه بالنسبه لي لو مش هو توي ستوري اللي هيكسب يعني. اوف, ولا توي ستوري ولا فروزن ولا هاو تو تري يور دراجون. توي ستوري ما كسبش ولا فروزن ولا هاو تو تري يور دراجون. اقسم بالله ده لو خواكين فينيكس لو ما كسبش احسن ممثل ممكن يحصل لي حاجه. على فكره الكاتيجوري بتاع الانيميتد فيتشر بقى فيه تعقيدات جامده قوي على فكره, وبقى من الحاجات الصعبه, مش شرط عشان هو ديزني وبيكسار فهو لازم هو يكسب. بس ميسنج لينك انا ما اعرفش هو ديزني ولا ايه بالظبط, بس ميسنج لينك كانيميتد فيتشر انه يوقع توي ستوري وفروزن وكمان هاو تو ترين يور دراجون, دي حاجه كبيره جدا على فكره. معانا دلوقتي براد بيت وديكابريو هيقدموا لنا جايزه. تقريبا الجايزه بتاعت المسلسلات خلصت كلها, فحطوا الافلام كلها في الاخر ورا بعض احسن حاجه بصراحه, عشان بدل ما نقعد نجري وبتاع. على فكره في حلقات انا لسه هنزلها بعد الجولدن جلوب لمراجعات افلام انا لسه ما خلصتهاش, انا صورتها بس لسه ما عملتلهاش اديتنج, ما تقلقوش هتنزل برضو على على الشانل ان شاء الله. زي ما انا وعدتكم ان في افلام هتنزل مراجعتها هيبقى هتنزل يعني, ما تقلقوش. من هوليوود طبعا واحد من الافلام المرشحه في الجولدن جلوب كاحسن فيلم ميوزيكال اور كوميدي. سبورتنج اكتريس مرشح جينيفر لوبيتس في فيلم هاسلرز, لسه شايفه على فكره من كام يوم.
وعلى فكرة لو كسبت لورا دورن مش هزعل، بس أنا مرشح جينيفر لوبيز، مش عارف بصراحة. والله تستاهل تستاهل، مش عارف أنا إيه اللي خلاني أحط جينيفر لوبيز، مع إن أنا لحد آخر وقت أنا كنت عارف إن لورا دورن ممكن تكسب، وكنت قايل عليها كلام كويس وفي المراجعة بتاعتي، وكان قلبي حاسس إن هي هتكسب، بس مش عارف ليه رحت مع جينيفر لوبيز. لحد دلوقتي 3 غلط، 3 جوايز ب3 غلط. مش عارف اكمل ليه. طب الحلقه اقفل احسن. بيوتيفول جوست انا مرشحه كاحسن اغنيه فيلم كاتس، الفيلم اللي محدش تقريبا شافه خالص. اللي قالوا عليه كلام كتير وحش قوي، الريفيوز بتاعته كانت وحشه جدا. معرفش بقى كاتس ده ممكن يكسب ولا لا، بس انا مرشحه، معرفش ممكن يكسب ولا لا، علي عشان فيلم ميوزيكال بقى وكده يعني. بيوتيفول جوست. I'm gonna love me again, Rocket Man. أربع جوائز بأربعة غلط. جميل. لحد دلوقتي ولا جائزة جبتها. تقريبا اتحسدت يا جماعة. ألتون جون هو اللي كسب الفيلم بتاع ألتون جون، يعني اللي هو روكيت مان. دلوقتي هيكرموا معانا توم هانكس للجولدن جلوب. حلو السبيتش على فكرة بتاع توم هانكس يعني. مرشح في قائمة الإخراج بتاعتي مارتن سكورسيزي عن فيلم ذا أيرشمان. مش عارف بصراحة ممكن يكسب ولا لا يعني. قايمة تشرف بصراحة برضو. نفسي اكسب، انا ما كسبتش ولا جايزة لحد دلوقتي. ايه؟ جماعة في ايه؟ سكورسيزي وتوت فيليبس و اسمه ايه ده بتاع باراسايت وكوانتين ترنتينو كل ده ما كسبوش، وكسب بتاع 1917 سام مانديز. معنا خمس جوائز لحد دلوقتي ولا واحدة ما كسبش، ولا واحدة ما كسبش ولا جايزة. مصيبة. أنا دايما كده فعلا في الجولدن جلوب بخيش، وفي الأوسكار باجي أقش كله. بلانشيت هتشوف بقى هتقدم لنا إيه كيت بلانشيت، الجوائز العمال ما فيش حاجة بكسبها أساسا يعني، وهتقدم لنا حتة مشهد كده من جوكر يعني. أوريجينال سكور، أنا أوريجينال سكور مرشح جوكر، عايز أكسب. أخيرا كسبت، أخيرا كسبت. يا لهوي يا لهوي، أخيرا كسبت أول فوز أكسبه من خمس جوائز، من ست جوائز، ست جوائز يوم واحد. صراحة يا جماعة لو الأوريجينال سكور ما كانش كسب كان ممكن يحصل لي حاجة. الأوريجينال سكور وهمي، الأوريجينال سكور بتاع فيلم جوكر وهمي، أنا لحد النهاردة لسه بسمعه. شوف هيقدموا لنا جايزه تاني، جينيفر لوبيز وبول رود هيقدموا لنا سبورتنج اكتر. انا مرشح براد بيت عن فيلم وانس ابون تايم ان هوليوود، وبصراحه لو جو باشي بكسبها انا مش هزعل والله. انا مرشح براد بيت عن نفسي. اخيرا. ايوه بقى انتصارات. جايزتين، سبعة فيهم اتنين. سبعة كم غلط؟ خمسة غلط ولا سبعة؟ والله ما بقتش عدة أصلا خلاص. بس حلو على فكرة براد بيت يستحقها يعني، أنا كان من وجهة نظري هو فعلا براد بيت اللي كان لازم يكسبها، ما كانش كسب براد بيت أنا كنت أديها لجو باشي بصراحة في أيرش مان. كريس إيفانس وسكارليت جوهانسون هيقدموا لنا بست أكتر إن موشن بيكتشر ميوزيكال أور كوميدي. إدي ميرفي، أنا مرشح إدي ميرفي على فكرة. دي كابريو بصراحة ما يستحقش في الفيلم ده قوي يعني. أنا مرشح إيدي ميرفي. ودي بصراحة فيها ريسك جامد دي. حاسس إن هما هيروحوا لدي كابريو. دي كابريو. وات؟ يا جماعة إزاي يا جماعة؟ تيرن إدجرتون إيه اللي يكسب في روكيت مان يعني؟ شكلها انا على فكره انا حقاني جامد في الاوسكار على فكره السنه دي، شكلها كده على فكره زعلان جدا جدا.
يعني انا حاسس ان الجايزه السنه دي مش منصفه خالص على فكره، يعني حاسس ان في كذا حد اخد جايزه ما يستحقش منها. تيرين ادجرتون مثلا في فيلم روكيت مان، انا من وجهه نظري مش شايف ان هو يستحق. على فكره تمثيله كان عادي جدا، يعني انا ان هو يجسد شخصيه إلتون جون ماشي، بس يا جماعه ايدي ميرفي برضو على فكره مثل فيلم حلو جدا، تمثيله كان حلو جدا. ودانيال كريج كان مفاجاه السنه دي في نايفز اوت على فكره، يعني مستغرب قوي من الجولدن جلوب بصراحه. في جائزه ثانيه هيقدموها لنا كريس ايفنز وسكارليت جوهانسون، اكترس المره دي اكترس موشن بيكتشر ميوزيكال اور كوميدي. انا مرشح اكوافينا في فيلم ذا فارويل، اتمنى ان انا اكسب، مش عارف حاسس انا مش هكسب، اول مره احس بالاحباط ده. يس وعندي احساس ان هي هتكسب الاوسكار على فكره. قدمونا دلوقتي بيست موشن بيكتشر ميوزيكال اور كوميدي، انا مرشح وانس ابون تايم ان هوليوود، حافش قوي لو روكيت مان بجد كسب. زي ما توقعت الجائزه الثانيه لكوينتين ترانتينو على فكره النهارده. اكتر ان موشن بيكتشر دراما، بحذركم، واكين فينيكس واكين فينيكس انا بقول لكم. Yes. This is Joaquin Phoenix's second win and sixth nomination. ده انت فجر. والله العظيم الراجل ده برنس، يعني طالع فوق السلم وحاطط ايده في جيبه. الراجل مش ممكن، يعني حاسس ان هو لسه متقمص شخصيه ارثر فليك لسه جواه. رامي مالك بيقدم لنا بيست اكترس ان موشن بيكتشر دراما، انا مرشح رينا زيلوجر فيلم جودي. شوف يلا عم رامي. ايوه بقى انا في الاول كده باخد كام قلم على وشي وبعد كده بكسب بقى يا جماعه، بكسب. انتصار حلو برضه بدل الاحباط اللي كنت عمال حاسه في الاول ده. ساندرا بولوك، هنشوف ساندرا بولوك هتقدم لنا ايه. بس موشن بيكتشر درا ايرشمان، انا ذا ايرشمان يا جماعه، يا ايرشمان يا جوكر. والله لو ايرشمان كسب او جوكر كسب مش هتضايق، بس اتمنى واحد من الاثنين، يعني ما يكونش حاجه ثانيه غير كده. يعني انا ترشيحي ايرشمان. وات يا جدعان ازاي؟ انا ما شفتش الفيلم، بس انا متاكد ان هو فيلم برضه حلو جدا، لان انا الفيلم ده كنت هموت اشوفه. كان المفروض ينزل في اخر ديسمبر تمام، وبعد كده اترحل ل تقريبا يناير، هينزل في يناير، لان هو نزل في بعض السينمات بره في العالم في 19 17، ده نزل في بعض السينمات في العالم بس ما نزلش وورلد وايد، ما نزلش كل السينمات في العالم. بس انا الفيلم ده انا فعلا عايز اشوفه، بس الفيلم ده انه يكسب اوفر ذا جوكر وذا ايرشمان، جدعان ازاي؟ انا الاوسكار ده ممكن يحصل لي حاجه لو مش... على فكره مش قادر اطلع لك اعصابي، انا فعلا بجد انا مش مصدق ان ايرشمان وجوكر ما كسبوش والفيلم ده اللي كسب. الفيلم ده يبقى معناه لازم يكون في حاجه في السماء، يعني لازم يعلي على جوكر وايرشمان. يعني انا مدي في التوب 10 موفيز بالنسبه لي او في المراجعات بتاعتي، انا مدي جوكر و ايرشمان مديهم هما الاثنين 10 من 10، فالفيلم ده لازم يكون معلي عليهم بصراحه. يعني معانا دلوقتي احسن فيلم بيست بيكتشر، انا مرشح باراسايت بصراحه، الفيلم كان فوق العبقري، ولو مش هو اللي كسب بصراحه هتضايق قوي، يعني لان الفيلم كان حلو جدا. انا اول مره اتفرج على فيلم كوري ويعجبني بصراحه، فيلم عبقري بصراحه. باراسايت فعلا هو اللي كسب. خلاص الجولدن جلوب بتاعنا خلص،
بالنهايه بتاعت بيست بيكتشر بتاع فيلم فورين لانجويج باراسايت، وكسب بيست بيكتشر دراما ذا 1917. انا كنت مرشح ذا ايرشمان، وصراحه اتضايقت جدا انه مش هو اللي كسب، وان ذا ايرشمان ما كسبش ولا جايزه. اتضايقت جدا يا جدعان، اتضايقت قوي ان ايرشمان ازاي ما كسبش ولا جايزه بصراحه يعني. ف والحفله طبعا خلاص خلصت، و وبصراحه محبط في بعض الجوائز. المهم الراجل ده والله العظيم فظيع الراجل ده، اتمنى ان هم يجيبوه في الاوسكار بصراحه يعني. بس الجوائز كلها خلصت وحلقتنا خلصت، وطبعا كنت محبط في حاجات كتيره، ما جبتش غير 6 جوائز من 14 جايزه، انت متخيلين؟ فحاجه محبطه بصراحه، بالذات الفيلم بتاع بيست بيكتشر دراما ان 1917 هو اللي كسب. انا لازم اتفرج على الفيلم ده يا جدعان، لازم اتفرج عليه، مستنيه ان شاء الله يعني لما ينزل يعني السينمات وكده هتفرج عليه بكل تاكيد يعني. مبسوط طبعا هوكين فينيكس كسب طبعا احسن جايزه، لان هو فعلا يستحق، ولو مش هو اللي كان كسب فعلا كنت هتضايق. بس ما عنديش حاجه تانية اقولها. ان شاء الله بقى انتظروا مني مراجعات كتيره الفتره اللي جايه، في افلام انا عامل لها اوريدي مراجعات يا جماعه، بس لسه ما عملتلهاش اديتنج، ما عملتهاش مونتاج، وان شاء الله هتنزل خلال الفتره دي او ان شاء الله الكام يوم اللي جايين دول. انتظروا مني مراجعات زي ما وعدتكم ان شاء الله باذن الله سنه 2020، انتظروا مني مراجعات كتير، وانتظروا مني تريلر رياكشنز، وانتظروا مني برضو هوم سينما في البيت. هنرجعوا نعملوا هوم سينما في البيت اللي تقريبا ما عملناش من زمان خالص، من ساعه ما بدانا الشانل كنا عملنا، بس احنا قلنا فيلم ذا فاوندر وما عملناش فيلم ذا ماذر او فاوندر وماذر، فما عملناش ثاني. فان شاء الله انتظروا مني، وممكن كل مره تلاقيني طلعت لكم كده بعمل لكم فيديو سينما على الماشي، حاجات كتيره ان شاء الله باذن الله، بس اعرف اظبط الدنيا. و اتمنى كل الخير ان شاء الله لهوم سينما، وان شاء الله يعني بنجاحكم انتوا يعني بتسبورت مي بجد، والله دي حاجه كبيره قوي بالنسبه لي يعني. بس ما عنديش حاجه ثانيه اقولها، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات ثانيه قريب. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام، وان شاء الله انتظروا مني زي ما قلت لكم مراجعات كتيره الفتره الجايه، وانتظروا مني حفله ترشيحات بتاعه الاوسكار تقريبا هتبقى كمان كام يوم. وهنعمله طبعا تغطيه لحفله الاوسكار، وهنعمله تغطيه للترشيحات بتاعه الاوسكار، وهننزله ان شاء الله الحلقه باول باول، لو مش في نفس اليوم يبقى تاني يوم زي ما عملنا كده في الجولدن جلوب. الجولدن جلوب كان امبارح، نزلنا الحلقه اهو دلوقتي النهارده الصبح عملناها، وان شاء الله على بالليل باذن الله يعني ممكن تنزل، اخلص بس الايديتنج عشان الحلقه هتطول مني يعني. بس ما عنديش حاجه تانية اقولها، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني قريب. باي باي.